وللحديث أكثر عن تداعيات مجزرة جبلة وعمليات طمس الأدلة وحرف التحقيقات لصالح جهات معينة، ينضم إلينا عبر سكايب من إسطنبول الكاتب الصحفي بهاء خليل. أهلا بك سيد بهاء. يعني نقل موقع المونيتور الأمريكي عن منظمات حقوقية أن جرائم عديدة في العراق يجري إغلاقها عندما يتعلق الأمر بمتهمين من منتسبي الأجهزة الأمنية التابعة للأحزاب. إذا كان ذلك حقيقة، فأين القضاء والحديث ليلا نهارا عن العدالة والمساواة التي تتحدث عنها الحكومة؟ تفضل. البداية أهلا وسهلا بحضرتك وبمتابعين الكرام. الإفلات من العقاب يعني في بدايته هو بالأساس نتيجة، و يعني خليني شو نسميه، ما أعرف شو نسميه صراحة، لأنه هذه جريمة يعني إبادة جماعية، أنا أسميها إعدام ميداني، هذا إعدام ميداني. الإفلات من العقاب في هذه الجريمة أو محاولة طمس معالمها ومحاولة التستر على المجرمين هي جائعة من المواقع اللي تشغلها الميليشيات في القوات الأمنية. كل منتسب ميليشياوي لديه من الأحزاب ما يمكن أن تدعمه بعد أي اتهام يوجه له من خلال جريمة يرتكب، وبالتالي هو يعني آمن على نفسه وآمن بأي فعل إجرامي ممكن أن يسوي لي، أنه يعرف أنه أكو خلفه حزب ممكن أن يغلق أي قضية تفتح ضده. هذا بكل بساطة يعني. أما بالنسبة للقضاء، القضاء العراقي هو لا يختلف عن أي مفصل من مفاصل الدولة، أيضا واقع تحت تأثير هذه الميليشيات. القضاء العراقي الآن مهدد، القضاة يهددون، هنالك ضغط حزبي عليهم كبير من الميليشيات، وبالتالي حتى ممارسة القضاء أصبحت يعني مسيسة من قبل الأحزاب. إلى سؤال آخر سيد بهاء، يعني إلى أي مدى تتوقع أن تغلق قضية جبلة على خلفية أن مرتكب المجزرة هي قوات سوات الأكثر سطوة بين القوات الأمنية في العراق؟ والله أنا أتوقع أن القضية راح يتم إشغال الرأي العام بقضية أخرى حتى يتم حرف الأنظار حول ما جرى في جبلة. هذا أسلوب متبع من 2003 ولحد الآن، كل مجزرة أو كل شيء يصير أو كل جريمة يتم خلق فد رأي عام عليها ويتم تركيز الإعلام عليها، يتم إلهاء الشعب بموضوع آخر بحدث آخر بحيث يتم غلق القضية، وبالتالي لحد الآن نحن لم نرى أي شخص تمت محاسبته. حتى الأشخاص اللي طلعوا أنهم مرتكبين لجرائم، ما شفنا القضاء مثلا أصدر أحكام بالإعدام على جرائم قتل حدثت لحد الآن، ما شفت أن جريمة إعدام جريمة قتل تم تنفيذ حكم الإعدام بمرتكبيها. وبهذا معناه بكل بساطة أنه يتم غلق القضايا ويتم تحميل مسؤوليتها إلى أشخاص لا يمتلكون داعم حزبي. بكل بساطة يعني. ربما يقودنا كلامك هذا سيد بهاء إلى دور المخبر السري، يعني هذا الدور للمخبر السري في الإيقاع بالضحايا أو بالقتل كما حدث في بابل، كيف ترى دور المخبر السري واستمرار عمله خلال كل هذه السنوات؟ من الطريف من الأمر بأنه سؤالك اليوم جاء في وقت يعني في نفس اليوم اللي اعترف به أخيرا رئيس وزراء لحكومة من 2003 ولحد الآن بأنه دور المخبر السري تسبب بدخول الآلاف من الأبرياء إلى السجون. هذا يفتح ملفات المغيبين ويفتح ملفات المظلومين في السجون الحكومية والسجون الميليشياوية. كل الناس تعرف بأن الميليشيات تمتلك سجون خاصة بها، يعني حتى خارج سلطة وزارة العدل والداخلية. وبالتالي هو اليوم بتصريحه في زيارته إلى موقع الحادث ركز على موضوع المخبر السري اللي احنا من بداية اعتماده كمصدر للمعلومات في زمن المالكي ولحد الآن احنا نقول ان المخبر السري هذا هو يعني المفروض انه لا يتم اعتماده كمصدر للمعلومات، لانه اغلب الكلام اللي يجيبه هو كلام كيدي ويسيس طائفيا لفئة معينة من الشعب. بحسب صحيفة فرانس بريس سيد بهاء، فإن القضاء أقر بوجود معلومات مزيفة ومضللة قدمت حول مجزرة جبلة، وهو أيضا ما يتوافق مع ما صرح به الكاظمي وجئت
على التحدث أو تحدثت عنه قبل قليل، ألا يعني ذلك باعتقادك أن هناك دولتين أو أكثر في العراق، وأن لكل دولة نفوذها الخاص وأجنداتها الخاصة أيضا؟ الآن أمام تصريحات متضاربة. في بداية اكتشاف هذه المجزرة وفي بداية حدوثها ظهرت تصريحات من أكثر من شخص، من خلية الإعلام الأمني مثلا، من قيادة شرطة بابل، من محافظ بابل أيضا. التصريحات كانت متضاربة، حاولوا في البداية أنه طمس معالم هذه الجريمة. كل التصريحات اللي طلعت تحاول كانت طمس معالم الجريمة، أنه المتهم هو من قتل عائلته، المتهم مطلوب بأربع أرهاب، المتهم. لكن ضربت التصريحات، وهذا اللي خلى الرأي العام العراقي يركز على هذه الجريمة، وإلا كان الأمر مرور الكرام، حال كثير من الجرائم اللي ارتكبتها الميليشيات في العراق. السؤال الأخير سيد بهاء، يعني إذا كان العراق مقسما بين نفوذ أجهزة أمنية وحكومية ونفوذ آخر لميليشيات متعددة، فإن ما يسمونها سيادة الدولة التي يتحدث عنها شركاء العملية السياسية في العراق؟ والله أنا ما أعرف عن أي سيادة يتحدثون. أنا اللي أعرفه أن سماء بغداد وسماء العراق مليئة بالطائرات المسيرة والصواريخ اللي تطلقها الميليشيات على المدنيين وعلى المقرات الحكومية. فعن أي سيادة؟ السيادة لا تجزأ. لما يكون البلد عنده سيادة وتقول هذا البلد ذات سيادة، لازم هذه السيادة تكون مكتملة، يكون عندك قوات أمنية بإمكانها أنه تضبط الأمن الداخلي والخارجي، يكون عندك احترام لسيادة هذه الدولة، يكون عندك رد. قبل يومين المرشد الخامنئي يدلي بتصريحات تدخل سافر بالشأن العراقي، ولم نشاهد أي مسؤول ظهر على شاشات التلفزيون وقال يابا ترى هذا تدخل بالشأن العراقي. بالعكس، يعني تقبلوها برحاب الصدر. الآن الصواريخ تطلق على المدنيين، وشفنا الجريمة اللي حصلت في الرضوانية، الصواروخ اللي سقط على عائلة كاملة وأبادها بالكامل. أين السيادة من هذا؟ لا أعتقد أن العراق بلد ذات سيادة إلا إذا صار القانون هو الذي يحكم، والقانون يجب أن يطبق على الجميع. في ذلك الوقت ممكن أقول لك نعم العراق دولة ذات سيادة، لكن بهذه الطريقة لا أعتقد. الكاتب الصحفي بهاء خليل، كنت معنا عبر سكايب من إسطنبول، شكرا جزيلا لك.